السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا شباب؟ النهاردة بإذن الله هنبدأ نكمل الجزء الثاني في الشريعة الإسلامية. قبل ما نبدأ بس أنا كنت عايز أقول لكم حاجة بخصوص المادتين اللي هي اللغة الأجنبية والمادة الثانية اللي هي بتاعة الاقتصاد. مادة الاقتصاد هو بيقولوا في اختلاف ما بين الانتظام والانتساب موجه، تمام؟ انا لو لحد دلوقتي انا كده كده هشرح الانتظام، مش عارف لو يعني هيبقى في فرق بين الانتظام والانتساب في شرح الاقتصاد ولا ايه بالظبط، فسيبوه على الله هنشوف ايه اللي هيحصل. هي لو في اختلاف كبير فانا هشرح اقتصاد الانتظام بس مش انتساب، تمام؟ بالنسبة للغة الأجنبية أنا عارف إن بصوا يعني أنا الشعب المصري ده بيحب يعني لو أنا كنت يعني غلطت في كلمة واحدة مش هيسيبها لي، فأنا ممكن إن شاء الله يعني ممكن ما أشرحش اللغة الأجنبية كده، أنا هشرح بس الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري والنظم السياسية، تمام؟ والاقتصاد دي هيبقى الانتظام، معرفش بقى هيبقى انتظام وانتساب على حسب، أنا أعرف بس الفرق الأول وهقول لكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية، بس عشان تبقوا عارفين همشي إزاي بإذن الله. ماشي، وهو تاني فيديو هو هنزله كل يوم أهو. هنشرح النهاردة زي ما أنتم شايفين برضه أهو الورق، برضه نفس الكلام أهو. أنا هحاول أخلي الجودة النهاردة أفضل عشان الجودة بس إمبارح ما كانتش حلوة. هنبدأ إن شاء الله النهاردة في حتة يعني موضوع ان احنا هنقارن ما بين الشريعه الاسلاميه والقوانين الوضعيه. بصوا خلي بالكم قبل اي حاجه، الشريعه الاسلاميه دي ماده جميله، ماده لو انت مش هتدرسها عشان الكليه عشان تدرسها عشان نفسك، لان دي هتحقق لك حاجات كتير وكمان هتعرف حاجات عن دينك، فدي ماده كويسه جدا، ويعني حاولوا تفهموها اكتر من ان انتوا تحفظوا، عشان الماده دي هتبقى قائمه على الفهم حتى في امتحاناتها، تمام؟ دلوقتي انا هقول لكم، هحاول اقول لكم مثال توضيحي في كل حاجه عشان الامثله دي مهمه. ليه؟ لان في الامتحان صح وغلط الكتروني هيجيب لك مثلا سؤال، لو انت مش فاهم الحاجه دي الحته دي بجد مش هتعرف تحل السؤال ده، فانا هحاول بقدر الامكان مع اي حاجه وانا بشرحها لازم اديك عليها مثال، احاول افهمها لك عن طريق حاجه في الدنيا اي حاجه، اهم حاجه عشان دي عايزه الفهم الجامد. هيجي لكم سؤال مثلا مش عارف، لو انت شفته في نظريه الحق، مش عارف لما قال لك شخص لما طوبه من البلكونه ومش عارف او من الشباك، كان سؤال زي كده، فالسؤال ده كان قائم على الفهم، فنفس الكلام في الامتحان الشريعه الاسلاميه هيبقى قائم على الفهم، فانتوا حاولوا تفهموا كل حاجه كويس على يعني مش تقولوا خلاص لازم تركزوا في الحاجه دي وتركزوا في الحاجه دي، لان الاسئله هتبقى اسئله لعب في الامتحان، تمام؟ يلا بينا نبدأ. قارن بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. الشريعة الإسلامية مجموعة دي بصوا هنفرق ما بين دلوقتي يا جماعة، هنفرق ما بين حاجتين والموضوع ده كبير، يعني احنا هنفرق ما بين حاجتين دول، هو ده موضوع النهاردة، ان احنا هنفرق ما بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، هنفرق ما بينها في كل حاجة، يعني دي هنخلص ده موضوع حلو هنخلصه النهاردة إن شاء الله. أول حاجة إن الشريعة الإسلامية مجموعة أحكام وقواعد منزلة من عند الله، يعني إيه؟ يعني دي الشريعة الإسلامية أهو تعريفها هنعرفها ونعرف القوانين الوضعية. أول حاجة تعريف الشريعة الإسلامية زي ما كنا قايلين مجموعة أحكام وقواعد منزلة من عند الله. أما القوانين الوضعية هي تلك القواعد والأحكام التي تم وضعها من جانب السلطة المختصة، أي من جانب البشر اللي هي المشرع السلطه التشريعيه، تمام؟ يعني دلوقتي اهو احنا عرفنا الشريعه الاسلاميه مجموعه احكام وقواعد نازله من عند الله، تمام؟ اما القوانين الوضعيه المكتوبه برضه مجموعه احكام وقواعد، بس اللي حطها مين؟ اللي حطها من جانب السلطه المختصه اللي هم البشر، من جانب السلطه التشريعيه الا وهو المشرع، مش المشرع هو اللي بيحط القوانين، يبقى القوانين المكتوبه دي من جانب اول حاجه بتتعمل من جانب البشر اللي هو المشرع ده السلطه التشريعيه، تمام؟ كده خلصنا ايه؟ اول حاجه في التعريف ما بين الشريعه الاسلاميه والقوانين الوضعيه. من حيث المصدر اول حاجه اهو كده اول فارق وهتترتب عليه نتائج وهنعرفها دلوقتي. اول الفرق ده هتعرفوا الفرق ده فرق كبير، ان القوانين ان الشريعه الاسلاميه مصدرها ايه؟ مصدرها الهي من عند ربنا، مصدرها الهي. اما
القوانين الوضعيه مصدرها بشري، يعني في فرق زي ما انتم شايفين كده، في فرق ما بين الشريعه الاسلاميه والقوانين الوضعيه، ان دي مصدرها اله الشريعه الاسلاميه، اما القوانين الوضعيه مصدرها بشري. هتترتب بقى على النتائج بقى على الكلام ده دلوقتي هتعرفوها. اولا هقول لكم الشريعه الاسلاميه ايه والقوانين الوضعيه، واحاول افصل لكم فيها فيصل نهائي عشان ايه تفهموها، يعني هما يبقوا نتائج نتائج ترتبت على ان دي مصدرها الهي ودي مصدرها بشري. اول حاجه ان الشريعه الاسلاميه تتمتع بشيء من القداسه واجبة الاحترام، لا يجوز مخالفتها سواء في السر او في العلن. اما القوانين الوضعية لا تتمتع بنفس القداسة والاحترام التي تتمتع به الشريعة الاسلامية لانها من صنع البشر، لذلك يجوز مخالفتها سرا وليس في العلن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي ان الشريعة الاسلامية يا جماعة انت ما ينفعش تخالف احكامها وقواعدها. ليه؟ لان انت من اللي حط الشريعة الاسلامية دي؟ ربنا. فانت لما تيجي تخالفها في السر او في العلن، هقول لكم مثال دلوقتي، انا شخص اهو، انا لو جيت اكيد ان انت في قوانين وضعية مكتوبة بتحرم مثلا المخدرات، فانا لو جيت شربت مخدرات في الشارع اقدر؟ لا. ليه؟ لان القوانين الوضعيه البشر هيمسكوني وهاخد جزاء دنيوي، صح؟ اما بقى في الشريعه الاسلاميه ايه اللي هيحصل؟ ان انا ربنا شايف، يعني شايف كله، يعني ربنا عنده بيشوف الناس في السر وبيشوفها في العلن. فانا لما اجي اشرب مخدرات في السر مش هقول ان ربنا حرم المخدرات، فانا يا جماعه يعني انا مش عايز اشرب، لا مش هشربها خلاص، لا مش هشربها. ليه؟ لان يا جماعه ان الشريعه الاسلاميه دي حاجه مقدسه ما ينفعش انت تخالفها. ليه؟ لان انت هتاخد جزاء في الاخر، فانت خايف. خايف ليه؟ عشان ربنا شايفك، ربنا شايفك في السر وشايفك في العلن، فانت هتخاف تعمل هتخاف تعمل جريمه في السر او في العلن، زي ما قلت لكم جريمه شرب المخدرات. القوانين الوضعيه هل هتقدر تجيبك في السر؟ ما انا ممكن اهو اشرب مخدرات في السر، القوانين الوضعيه ولا الظباط هيشوفوني واشربها في السر. لكن ايه؟ لو شربتها في العلن القوانين الوضعيه ايه؟ البشر هيمسكوني، الظباط هيمسكوني. فهمتوا؟ يعني كده الشريعه الاسلاميه غير القوانين الوضعيه. الشريعه الاسلاميه حاجه مقدسه واجبه الاحترام من الناس، تمام؟ وما تقدرش تخالفها ولا في السر ولا في العلن. لكن القوانين الوضعيه عكسها، ان القوانين الوضعيه ممكن مخالفتها سرا. دي اول حاجه. تاني حاجه ان الشريعه الاسلاميه صالحه لكل زمان وكل مكان نظرا الى ان مصدرها اليه. بصوا الحته دي، اما القوانين الوضعيه ليست صالحه لكل زمان ولكل مكان. يعني ايه يا جماعه؟ بصوا يا جماعه، مش دي مصدرها اليه؟ مش الشريعه الاسلاميه مصدرها اليه؟ والقوانين الوضعية مصدرها بشري. دلوقتي يا جماعة ربنا لما جه حط الأحكام مش حطها إن هي تكون في جميع الأزمنة. ليه؟ لأن أول حاجة عشان تبقوا عارفين إن الشريعة الإسلامية أحكامها جامدة. يعني إيه جامدة؟ ما بتتغيرش، ربنا اللي حاططها فما بتتغيرش. ليه؟ لأن ربنا عارف كل اللي هيحصل في المستقبل، فخلاص أنا عارف اللي هيحصل في المستقبل، فمش ها مش ها مش هنغيرها. ليه؟ عشان عارف اللي هيحصل في المستقبل، ربنا عارف اللي هيحصل في المستقبل، فما حطها إن هي تناسب الزمان ده وأي مكان، تناسب أي زمان وأي مكان. لكن البشر هل يعرفوا الغيب؟ هل يعرفوا المستقبل؟ لا، ما يعرفوش المستقبل، فهم بيحطوا لما ييجوا يحطوا أي أحكام ممكن تتعدل في المستقبل. وده دليل على إيه؟ الدليل ان زمان كان في احكام بتجري مثلا عن مثلا ان السرقه مش عارف حبس قد ايه، وغيروها عدلوها لما مشت الايام عدلوها. فالفرق ان دلوقتي اهو احكام الشريعه الاسلاميه لا تتغير، وكمان بتناسب اي زمان واي مكان، لانها ربنا حطها وعارف اللي هيحصل في المستقبل. لكن هل البشر يعرفوا اللي في المستقبل؟ لا، ما يعرفوش، عشان كده القوانين بتاعتهم بتتعدل، تمام؟ يبقى تاني حاجه ايه؟ ان الشريعه الاسلاميه صالحه لكل زمان ولكل مكان، وده الدليل ان الكويت والسعوديه لحد دلوقتي بياخدوا باحكام الشريعه الاسلاميه، تمام؟ دي تاني حاجه. تالت حاجه، تتميز احكام الشريعه الاسلاميه بانها غير قابله للتعديل او التغيير او الخطأ او السهو، اما القوانين الوضعيه قابله للتعديل والتغيير، وقد يحدث بها خطأ او سهو، وقابله لاتباع الاهواء. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا يا جماعه،
الشريعة الإسلامية دلوقتي مش أنا قلت لكم ربنا عارف إيه اللي هيحصل مستقبلا. بصوا أي حاجة من عند الإله أكيد مش هتبقى غلط. في يعني أراهن أي حد إنه يطلع لي حكم من الشريعة الإسلامية أو أي حاجة غلط أبدا، مش هيلاقي عشان مصدرها إلهي. دي تالت نتيجة، إن مصدرها إلهي فهي حاجة جامدة، غير قابلة للتعديل، غير قابلة للسهو، غير قابلة للخطأ، يعني مفيهاش أي خطأ ولا ينفع تتعدل عشان هي بتناسب كل زمان وكل مكان، وكمان غير قابلة للسهو، تمام؟ ده بالنسبة للشريعة الإسلامية. أما القوانين الوضعية، ممكن دلوقتي يا جماعة لأن البشر مش عارفين اللي بيحصل في المستقبل، ممكن يحطوا قانون غلط، يحطوا قانون يغيروه ويعدلوه قدام. هي قابلة للتعديل، أول حاجة إن القوانين الوضعية قابلة للتعديل، ممكن يعدلوها قدام، ممكن يحطوا قوانين وضعية خاطئة تكون خاطئة، تاني حاجة إنه يخطئوا في كتابتها، ممكن تكون للسهو. يعني إيه كلمة للسهو يا جماعة؟ السهو معناها إن أنا هعمل القوانين دي علشان أحقق لجميع الأفراد، تمام؟ لا، السهو بقى ده معناه إيه؟ لفرد معين، بيدي حصانة لفرد معين. زي إيه مثلا؟ السهو إن ربنا لما بيجي يعمل، يعني ربنا عز وجل لما نزل أحكام الشريعة الإسلامية ما كانتش للسهو. ليه للسهو؟ لأن مش لشخص معين، ده لجميع الأفراد، جميع الأفراد على حد المساواة، فربنا نزلها لجميع الأفراد. اما بالنسبه للقوانين الوضعيه فدي ممكن للسهو، ممكن تكون قابله للسهو. ليه قابله للسهو؟ لانها ممكن تبقى لشخص معين، ممكن تدي حصانه لشخص معين، ممكن مثلا تدي يعني نعمل قانون عشان يكون افضل رئيس الجمهوريه كده، فاهميني؟ دي كده ده معناه السهو، تمام؟ دي تالت حاجه، دي تالت نتيجه زي ما قلنا. ربع النتيجه ان الشريعه الاسلاميه ربطت التشريعات بالجانب الروحي، اي ان يعرف ما في باطن الانسان وظاهره. اما القوانين الوضعيه فانها تهتم بالجانب الظاهر فقط في الانسان دون الباطن. ربع النتيجه، بصوا الشريعة الإسلامية زي ما انتم شايفين الشريعة الإسلامية بتهتم يا جماعة بالباطن والظاهر. ليه؟ لأن ربنا عارف داخلك، يعرف عارف كل اللي في نيتك، وعارف كمان ظاهرك. يعني أنا ممكن إيه؟ إزيك حبيبي عامل إيه؟ وأنا من جوه يعني أبو اللي جابك، يعني أنت ما تعرفش اللي في نيته. يعني ممكن أنا أكون واقف مع واحد أهو، إزيك حبيبي عامل ايه، وتضحك في وشه ومش عارف ايه، وانت اساسا يعني ابو اللي جاب امك من جواك. فانت كده هو عارف اللي في ظاهرك بس مش عارف اللي جواك، ده البشر. اما الاله عارف انت بتتعامل معاه ازاي، بتتعامل معاه بشكل ظاهري ازاي، ويعلم كمان ما في باطنك تجاهه، فاهمني؟ يعني ربنا كده فاهم، يعني عارف انت بتعمل ايه عن طريق نيتك وعن طريق الظاهرك اللي بره. ده الباطن، الباطن يعني نياتك، والظاهر يعني اللي انت بتعمله اللي ظاهر قدام الناس. يعني ممكن مثلا ايه، انا اكون في نيتي، ما كنتش في نيتي اعمل حاجه وتكون جت بالخطأ، ماشي؟ فيقول لك الظاهر عنده حاجه احسن، تمام؟ دي بالنسبة إيه للشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية ربنا عارف ما في باطنك وما في ظاهرك، تمام؟ أما القوانين الوضعية ما بتهتمش بالباطن، بتهتم بالظاهر فقط، اللي أنت بتعمله بره بس، أنا معليش دعوة باللي جواك ولا أي حاجة. ده الفارق الرابع ما بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. خامسا، رعاية الشريعة الإسلامية للجانب الإنساني، أي من حيث الشريعة أن الشريعة حرمت الربا في شتى صورها، أي أن الشريعة تمت بتنظيم علاقة الفرد بربي، علاقة الفرد بربي وعلاقة الفرد مع بعض، الأفراد مع بعضهم البعض. أما القوانين الوضعية لا، القوانين الوضعية لا تهتم بتنظيم علاقة الفرد بربي، بل تنظم العلاقة ما بين الأفراد بعضهم البعض فقط. وده الفرق الخامس. الفرق الخامس ايه؟ ان الشريعة الإسلامية قلنا يا جماعة أول حاجة ان الشريعة الإسلامية بتحرم الربا، صح؟ في شتى صورها، سعر الفائدة والكلام ده يعني حاجة وحشة جدا، فربنا محرم الربا، تمام؟ دي دلوقتي ايه؟ دي بتنظم علاقة الفرد بربي، تمام؟ كمان يعني علاقة الفرد بربي، هقول لك حاجة، دلوقتي القوانين الوضعية تقدر تقدر واحد ما بيصليش تروح معاقبه؟ لا. القوانين الوضعية لو واحد مثلا ما بيصومش هتعاقبه؟ لا. القوانين الوضعية مثلا لو الشخص ده عمل حاجة في علاقة الأفراد بربه هل هتعاقبه؟ لا.
بيتعاقب على الكذب لا. اما بقى ربنا في الشريعه في احكام الشريعه الاسلاميه، احكام الشريعه الاسلاميه بتعاقب على علاقه الافراد مع بعضهم البعض وعلاقه الفرد برب. يعني لو انت ما صليتش احكام، لو انت ما صليتش هتتعاقب من عند ربك، لو انت كذبت هتتعاقب برضو، لو انت عملت الربا هتتعاقب، لكن القوانين الوضعيه ما تقدرش. فاهمني؟ يعني ده كده في فرق ما بين الشريعه الاسلاميه والقوانين الوضعيه، ده خامس فرق. تمام، سادس فرق، سادس حاجه بقى ودي اخر حاجه، من الناحيه، من ناحيه المساواه في الشريعه الاسلاميه والقوانين الوضعيه. يعني ايه يعني المساواه؟ المساواه ما بينهم، الفرق في المساواه ما بين الناس في الشريعه الاسلاميه والقوانين الوضعيه. اول حاجه ان الشريعه الاسلاميه قائمه على مبدا المساواه المطلق، ولكن ليست مطلقه. معلش انا قلبت على السطر الثاني. الشريعه الاسلاميه قائمه على مبدا المساواه المطلق بين جميع الناس، فلا قيود او استثناءات. اما المساواه في القوانين الوضعيه، هناك مساواه ولكن ليست مساواه مطلقه، فهناك بعض الاستثناءات. بصوا بقى دلوقتي في الشريعه، احكام الشريعه الاسلاميه، هل لو واحد سرق مش هتتقطع ايده؟ في استثناء ممكن نعمله استثناء؟ لا. والدليل على كده، انا مش فاكر، مش متذكر الاسماء اللي حصلت في الروايه دي او في القصه دي، ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاله شخص كان عزيز عليه، فهو كان بيتوسط لواحده كان بيحبها من قبيله معينه. المهم الشخصيه دي سرقت، اللي هي اللي كان بيحبها من قبيله معينه، فهو كان عايز يروح للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يشفع لها، وانما تقطعش ايدها مش عارف ايه. قال له لو فاطمه بنت سيدنا محمد اذنبت لقطعت يدها. تمام، وده المثال التوضيحي اللي يفهمك الحته دي كلها، ان احكام الشريعه الاسلاميه يا جماعه مهما حصل، مهما ايه بالظبط، لو بصوا مفيش استثناءات خالص، ده مساواه مطلقه. انت سرقت هتتقطع ايدك، لو عملت ايه باللازم، مفيش استثناءات. انت لو اتقتلت هتتقتل، انت لو مثلا جرحت هتتجرح قصاص كده، فاهمني؟ مفيش استثناءات خالص. تمام، ده بالنسبه ايه؟ بالنسبه للشريعه الاسلاميه. اما بقى القوانين الوضعيه، القوانين الوضعيه يا جماعه هي فيها مساواه، واحنا خدنا الكلام ده في مدخل القانون اللي هو العموميه والتجريد. زي ما قلت لكم لا تطبق الشروط، يعني لازم عشان تطبق الحاجات دي لازم تطبق الشروط والصفات في شخص معين، لازم يكون عنده متوافق في الشروط والصفات. يعني اقول لك حاجه، في المدخل احنا كنا واخدين كان في مساواه، عشان انا كده بوريكم ان في مساواه في القواعد القانونيه اللي هو القوانين الوضعيه، قصدي ان في مثلا واحد جه سن التجنيد، سن التجنيد ابو وزير هيخش الجيش، سن التجنيد ابو فقير هيخش الجيش. كده في ايه؟ في عموميه وتجريد، يعني في مساواه. بس بقى المساواه هنا يا جماعه مش مطلقه زي احكام الشريعه الاسلاميه، في استثناءات. ماشي، ايه الاستثناءات دي عشان نبقى عارفينها؟ اول حاجه اعفاء الدول الاجنبيه. يعني ايه؟ يعني واحد من الدول الاجنبيه جه عمل جريمه في مصر، هل هيتحاكم؟ هياخد اعفاء. ده اول حاجه، دي اول استثناء. تاني استثناء اعفاء المفاوضين السياسيين، يعني دول داخل مصر. نفس الكلام اعفاء ممثلي الشعب، دول عندهم حصانات، دي ناس عندها حصانه، بيبقى في استثناء لما تيجي توقع عليهم القوانين الوضعيه. تمام، رابع حاجه التمييز بين الفقراء والاغنياء مثل الغرامه. يعني ايه الحته دي؟ يعني يا جماعه دلوقتي لو اتفرض غرامه 50,000 جنيه على كل من واحد فقير وواحد غني، الغني ممكن يدفع 50,000 ولا حاجه بالنسبه له، الفقير مش هيقدر يعني يدفع 50,000، فايه اللي هيحصل؟ هيتحبس. فهي دي بيكون في تمييز ما بين الفقير والغني في القوانين الوضعيه، ان ده لو ما قدرش يدفع الغرامه، الفقير لو ما قدرش يدفع الغرامه هيتحبس، اما الغني ما عادي ولا اي مشكله، هدفع الغرامه وخلصت. تمام، ممكن نكون ايه خلصنا الفرق ما بين الشريعه، احكام الشريعه الاسلاميه والقوانين الوضعيه. تمام، كده قلنا فيها كل حاجه، علشان احنا كده نكون خلصنا جزء كويس. ان شاء الله هنكمل بعد كده واحده واحده، وهنحاول نخلص الشريعه الاسلاميه بدري باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.